التدخل الثاني إن شاء الله. هل من سؤال آخر؟ السلام عليكم. إذا اعتبرنا أن المشاكل اللي حكينا فيها اللي هي واقع وهي كثيرة، إذا كان نحن بدنا المشاكل عرفناها، لكن بدنا الحل على ضوء الواقع، شو هو برأيكم؟ شكر الله لكم أخي، جزاكم الله خيرا. سائل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشكر موصول لفضيلة الدكتور زاد على هذه المقابلة القيمة. سؤالي أطرحه في الشق الأول، استطعت في المداخلة نظرية المؤامرة الخارجية، لأنكم استفدتم حقيقة الكلام على المؤامرة الداخلية بين قوسين حكومة أبو ظبي. فكيف تقسمون هذه المعادلة؟ ثم الشق الثاني، أن ذكرتم من بين الأسباب الرئيسية لظاهرة الغلو والإشكالية السياسية، إلا أن علماء الاجتماع السياسي يردون
أسباب ظاهرة الضروب إلى الفراغ الروحي لهؤلاء ثم الاضطراب الاجتماعي، فما موقفكم من هذا؟ جزاكم الله خيرا، شكرا على السؤالين. متدخل الرابع إن شاء الله ينوجي. المكبر وناسي. نستمع لإجابة، فليتفضل فضيلة الدكتور. جزاكم الله خيرا. نعم، لو تركنا الجانب السياسي وضعناه جانبا، هناك أنا تكلمت أن بعض الناس يكون لديهم الاستعداد للغلو، استعداد نفسي، استعداد اجتماعي، مبلغ هذا الإنسان من العلم. تعرف بعض الناس ممكن لو قرأ آية يظن أنه قد فهم قد علم كل شيء، و يعتبر نفسه مرجعا ولا يقبل آراء الآخرين. هذا موجود، وربما هذا يرتبط بالسؤال اللي سأله الأخ عن ما هو المعيار، يعني كيف نحكم على إنسان بأنه متطرف أو غير متطرف. في الأجواء الطبيعية حيث يتبادل الناس الآراء، يمكن أن يختلف الناس فيما بينهم ولا يتهم بعضهم بعضا بالغلو حتى لو كانت هناك آراء شاذة. وهذا كان موجود في التاريخ الإسلامي، يعني كان في فترة من الفترات، انسى فترة الخوارج، فيما بعد كان في فئات من بين المسلمين اختلفت في قضايا عقائدية، بعضها اختلف في قضايا فقهية. طالما أنه لا يقصي الآخر، وطالما أنه لا يعتبر من خالفه خارج الملة، يمكن أن يتعايش الناس رغم الاختلاف، ما في إشكال كبير. عادة بيدخل العامل السياسي على الخلافات الفكرية والفقهية والعقائدية فيسبب التطرف والغلو. خذ مثلا على ناخذ نموذج من نماذج التاريخ الإسلامي. المعتزلة فئة فكرية عقائدية، نشأتهم
يعني أنا من وجهة نظري أن كل الفرق والمدارس الفكرية سواء كانت في مجال علم الكلام أو في غيره نشأت من داخل أزمة سياسية، لكن لم يكن هناك مشكلة في أن يختلف الناس في الرأي سواء فيما يتعلق بالقدر أو فيما يتعلق بأفعال العباد، فيما يتعلق بكل القضايا اللي صارت مجال خلاف بين الناس، طالما أنه لم يصل إلى مستوى أن يكفر الآخر الذي اختلف معه. المعتزلة لما تبنى رأيهم الخليفة وأصبح يضطهد من يخالفهم الرأي وأراد أن يفرض فكرتهم على الناس بالقوة أصبح هذا مظهر تطرف، وهذا وجدناه في مختلف المدارس الفكرية. يعني بمعنى آخر أن الاستعداد للغلو موجود لدينا جميعا، يمكن أن يكون واحد عنده حالة نفسية صايب العصبي، ما عندوش تسامح، ما عندوش قبول للآخر، قد يكون هذا لحظي وقد يكون لمدة أطول، لكن طالما أنه لم يصل إلى حالة الإقصاء والتكفير فهو مقبول، ما فيش إشكال. أنا أعتبر الإنسان متطرفا ووقع في الغلو حينما إذا اختلفنا في الرأي يكفرني أو يسفهني. طبعا ممكن نختلف، ممكن يكون عندك رأي غير عن رأيي وما ما ما في إشكال، لكن ويصل طبعا هذا إلى مستوى أخطر عندما يحمل السلاح لكي يفرض رأيه ويعتبر أن من خالفه، وفي بعض الأوقات في قضايا جزئية، يستحق القتل. هذه هي الحقيقة المصيبة. هذا يعني ديننا الله سبحانه وتعالى كفل به علماء، يعني ليش احنا نقول ان العلماء ورثة الأنبياء؟ العلماء في كل عصر الفئة الصالحة الصادقة منهم، وهذا يقود الى السؤال اللي تكلم الاخ عن العلماء اللي غيروا رأيهم او يتلونون من حين لآخر. هناك باستمرار فئة من العلماء صادقة ثابتة لا يؤثر عليهم نفوذ سلطان ولا إغراءات هذا السلطان، يعني لا تهديده ولا إغراءاته. هؤلاء هم حراس الشريعة وحراس الدين. ونحن نذكر موقف الإمام أحمد بن حنبل مثلا في قضية خلق القرآن، بعض الناس في حينها لاموه، قالوا له يعني هي قضية يعني كلامية، قضية مش إشكال كبير، يعني قل بها وبنتهي الموضوع وبتمر زي ما قال كثير من العلماء الآخرين في زمنه. ولكن الرجل شعر بالمسؤولية وبالأمانة وجلد حتى خلع كتفه وثبت على رأيه، والأجيال التي من بعد تذكر له الفضل على هذا الموقف، لأنه حفظ أو ساهم بموقفه هذا في حفظ الإسلام من العبث الذي وصل بفئة من فئات المعتزلة اللي كان عندها غلو وتطرف. هؤلاء العلماء من الذي عندما يسفههم الإنسان ولا يحترم آراءهم ولا يرى أن لجهدهم أي قيمة، هذه سمة من سمات التطرف. أنا هنا أتكلم عن العلماء الذين يشهد لهم بالصلاح وبالنزاهة، ولا أتكلم عن علماء السلطان اللي بيفتوا للحاكم رغم أنه أبعد الناس عن الالتزام بشرع الله ورغم فساده، وهؤلاء معروفون ولا يختلف الناس في تمييزهم. الإشكال في الجانب السياسي أنه يحول الاستعداد النفسي الموجود لدى المرء نحو التطرف إلى منهج حياتي يؤثر على الآخرين. يعني مثلا إحنا كنا في بريطانيا في فترة المثرات، معروف في تيارات إسلامية مختلفة، في هناك من ينتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين، هناك من ينتمي إلى المدرسة السلفية المعتدلة أو التي ربما توصف بالسرورية في بعض الأوقات في بعض الأماكن، هناك من ينتسب إلى تيارات سلفية أخرى. طبعا تيارات سلفية في منها من هو يلعق أحذية الحكام،
اللي هم هذول اللي بسموا حالهم يسمونهم بالجاميين وما أشبههم، هؤلاء الذين يفتون للملوك الفاسدين. وهناك تيارات سلفية جهادية تأخذ النقيض الآخر تماما. الخلافات في الرأي فيما بين هؤلاء إذا كان لا يتحول إلى تكفير الآخر وإقصائه لا مشكلة فيها، ويمكن أن نجلس في نفس القاعة ونتحاور ويدلي هذا برأيه ويدلي ذاك برأيه وليختار الناس. على فكرة من أهم ميزات هذا الدين أنه يحترم عقل الإنسان. شوفوا أنتم المدارس الفقهية، يعني ما الذي جعل جماعة شمال أفريقيا مالكية؟ في حدا جاء بالسيف وفرض عليهم أنهم يكونوا مالكية؟ ما الذي جعل أهل الهند والعراق وتركيا أحناف؟ هل فرض عليهم بالقوة هذا؟ ما الذي جعل منطقة معينة حنابلة وأخرى شافعية؟ هذه المدارس الفقهية وجدت في مناطق معينة قبول لدى الناس فأقبل الناس عليها، إما لأنها تتوافق مع نفسياتهم مع بيئاتهم، أو لأن العلماء بذلوا جهدا في مكان إلى آخره. فبمعنى آخر أن الأمة إذا فتح لها مجال الاختيار وفتح مجال الحرية للناس لأن تتدارس وتتبادل الآراء، هذا هو الوضع الصحي. لكن لما يجي واحد ويدعي أنه مهدي أو أنه أمير المؤمنين أو أنه خليفة الله في أرضه ويستخدم المدفع والدبابة والسيف والخنجر والسكين لكي يفرض رأيه على الآخرين، هذا لا يتفق مع روح الإسلام ولا مع صفته ولا مع أهدافه. والله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نعبده بحرية، لا أن يفرض علينا لا الإيمان ولا الإسلام، وإلا ما قيمته إذا كان حيفرض على الناس فرضا؟ بالعكس، من تكريم الله للإنسان أنه خيره. ولذلك كثير هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالله وبعضهم يشرك بالله، هل منع الله عنهم الرزق؟ هل حرامهم النعم؟ هاي الدنيا مش هي مش أرض الحساب، ليس فيها الحساب على اختيارنا أن نعبد الله ونوحده أم لا، هذا سيكون في الآخرة. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى خير العباد بين أن يؤمنوا به وأن لا يؤمنوا به، كيف آتي أنا وأدعي أن لدي سلطان من الله بأن أفرض عليهم بالسيف وبالخنجر وبالمدفع أن يختاروا هذا وذاك؟ هذا هو المقياس، وليس المقياس الاختلاف في الآراء. نحن نختلف فيما بيننا في الآراء، ما في مشكلة، وهذه قيمة الاجتهاد في الإسلام. ولعلنا عندما نذكر الاجتهاد نتكلم عن الجهاد، لأن جذر الكلمة واحد، من جهد يجهد، يعني إيش؟ يعني يبذل، يعني يقدم جهدا. ما هو الجهاد؟ هل الجهاد هو أن أكفر الآخرين الذين يختلفون معي وأقتلهم بحجة أنني هنا أجاهد في سبيل الله؟ لا، في فقه للجهاد. وكثير من المشاكل الموجودة حاليا سببها انعدام الوعي بهذا الفقه. أول استخدام لكلمة الجهاد في الإسلام، ماذا كان يعني مصطلح الجهاد في هذا الاستخدام؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في سورة العنكبوت. ما هو مقصود الجهاد في هذه الكلمة؟ هو الجهاد الذي فرض على المسلمين في مكة ليكفوا أيديهم. يعني الجهاد في مكة كان بأن تتحمل الظلم والعدوان وأن تمسك نفسك عن أن ترد على العنف بالعنف، هذا هو الجهاد كان في ذلك الوقت. ثم بعد أن هاجروا إلى المدينة وأصبح لديهم دولة ومجتمع، وهذه النواة أصبحت مهددة من أخطار حولها، ماذا قال الله لهم؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هاي مرحلة أخرى. الانتقائية في النصوص والانتقائية في الأحداث التاريخية هي آفة من الآفات التي يقع فيها بعض الناس. بيقول لك إنه الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بقتال الكفار،
صحيح أمرنا بقتال الكفار في سياق معين في حالة معينة، ولكن ما هي الحالة الأعم؟ الحالة الأعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن في ظروف معينة واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لازم تأخذ السياق حتى يكون الحكم، حتى يكون توصيف الحكم أو إنزال الحكم على الواقع صحيحا، وإلا هذه الانتقائية هي مدمرة. واحد ما بيفهمش، مش حافظ له آيتين من القرآن، وبيجي كل مهمته إنه يقطع رقاب الناس، يقتل الصحفي ويقتل الذي يساعد في العمل الإنساني ويقتل من خالفه الرأي، ثم يدعي أن هذا جهاد في سبيل الله. معاذ الله أن يكون الله أمرنا بذلك. الاجتهاد في المقابل هو أهم ما يميز الدين الإسلامي عن غيره من الأديان. لماذا؟ لأننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد لدينا إلا نص وتدبر. ما في واحد يجي يدعي أن لديه العلم المطلق. حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون فيما بينهم في المسائل، ولكنهم كانوا من الورع ومن العلم أن يبحث المرء فيهم عن الدليل وعن الرأي الصواب، فإذا بلغه يتنازل عن رأيه إلى ما بلغه من العلم اليقيني. هذه كانت أخلاق الرعيل الأول. للأسف جاء من بعدهم أجيال، صار الواحد خلاص كأنه يوحى إليه، وصار زي فرعون، لا أريكم إلا ما أرى. مصيبة هذه، هذا انحراف. لو اجتهد الناس وأخطأ فريق وأصاب فريق ودام الحوار فيما بينهم، في النهاية الأمة لم تضل. ولذلك الحرية مطلب أساسي في الإسلام. الناس بعض الأوقات يسخرون، يقول لك إيش حرية؟ كيف يا أخي كيف حرية؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته لماذا؟ لكي يعتق رقاب الناس من كل أنواع الاستعباد الذي فرض عليهم في الجاهلية. ولذلك ذلك الصحابي الذي جاء إلى كسرى وسأله، وقد سخر منه هذا الأعرابي، اللي كانوا الأعراب كانوا العرب في الجاهلية، كانوا إما كما مهملا لا قيمة له، أو أتباع للإمبراطوريات المحيطة بجزيرة العرب، يا أتباع لفارس يا أتباع للروم. وكسرى يعرف هؤلاء العرب ممن كانوا عالة عليه، يأتون في المواسم ليأخذوا نصيبهم من الأعطيات حتى يدينوا له بالولاء، فيسأله ما الذي أخرجكم، يعني إيش اللي أخرجكم من جزيرة العرب. شوف الإسلام لما يحمله رجال ونساء على درجة عالية من الوعي كيف ينتشر في الآفاق وكيف يبني حضارات. قال إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أو كما قال. فهم عظيم جدا. ويجي واحد يسخر من الحرية، أصلا لا يمكن أن يكون هناك إسلام صحيح دون أجواء حرية، لازم يكون في حرية. والذي يخطئ أو الذي يشط يسمع كلام من أخيه، يسمع كلام من ذلك، وأجواء الحرية تضمن هذا الخلاف في الاجتهاد. هناك اجتهاد في قضايا يمكن أن يتعايش الناس فيها، كما في قضايا في القضايا الفقهية، وهناك قضايا لو جاء الإنسان ليجتهد فيها سيصححه الآخرون ويقولون له لا محل للاجتهاد في هذه القضايا. يعني مثلا في أمور العقيدة الثابتة ما في مجال للاجتهاد، ومن يظن أنه يستطيع أن يجتهد فيها في الأغلب يشطح. طبعا أنا لست مختصا في مثل هذه القضايا ولا أحب أن أدخل فيها بالتفصيل، ولكن هذه فقط أمثلة تبين كيف أن من سمات التطرف، من علامات التطرف، هي رفض الاجتهاد أو عدم الاعتراف بحق الناس في أن يجتهدوا. طبعا بعض الناس يقول لك يعني هو كل واحد بحق له أنه يجتهد؟ في فرق بين أن يحق له أن يجتهد وبين أن يقبل اجتهاده.
أنت بتستطيع تحجر على الناس وتقول له ما يجتهدش، لكن مباشرة بعد أن يجتهد سيتبين لعموم الناس أن اجتهاده خاطئ أم صائب. لكن لو حجرنا عليه قلنا له لا 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 لا، أنت ما عندك الشهادات، أنت لازم يكون عندك شهادة دكتوراه في كذا وشهادة مش عارف إيش في اللغة. طيب العلماء ممكن يكونوا وضعوا شروط من أجل أن يميزوا بين المجتهد الذي يقبل اجتهاده، لكن الحقيقة أنه هذا غير ملزم ولا يمنع من أن يجتهد المرء مهما بلغ من العلم، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يدرك بأن غيره أيضا يحق له الاجتهاد، وأن لهذا الدين علماء متخصصون في نهاية المطاف الأمة ستحتكم إليهم للتمييز بين رأي ورأي. لماذا كانت ردة الفعل على الوضع السياسي ذات طابع إسلامي؟ وهذا سؤال مهم الحقيقة، لأن عموم الناس، لأن عامة الناس عادت إلى الإسلام. ربما لو هذه الأحداث التي نعيشها الآن حصلت قبل 30 عاما، لا يمكن أكثر، قبل 40 عاما عندما كنت أنا ما زلت في المدرسة الثانوية مثلا أو على وشك أن أنهي المدرسة الثانوية، كان التدين لمثلي في سن أو أكثر 45 سنة، لما كنت عمري 15 سنة مثلا، كان التدين في مثل ذلك السن مستهجنا في مجتمعنا، مستغربا. وكم سخر الساخرون بشعيرات نبتت في ذقني، وكم سخر الناس بفتاة تضع على رأسها غطاء، لأنه كان الأصل عكس ذلك بعد عقود من الانحراف. وكم عبد الناس طواغيت وأقروهم على جرائم ارتكبوها، التيارات العلمانية القومية الاشتراكية هي التي كانت سائدة، لكن بسبب عوامل كثيرة وما يسمى بالصحوة الإسلامية أصبح الآن هناك قبول إقبال على الإسلام. بل نحن شهدنا مؤخرا في مصر وفي تونس وفي ليبيا أن الذين تآمروا على الربيع العربي لم يكونوا حكام أبو ظبي فحسب، ولم يكونوا صبية الرياض في ذلك الوقت فحسب، بل كانت التيارات الناصرية والعلمانية والاشتراكية اليسارية التي ساءها أن يصل الإسلاميون إلى الحكم تآمرت وتواطأت مع العسكريين، مع العسكر. فإذا الناس عطشة للحياة الإسلامية. الخلاف الآن بين التيارات المختلفة ليس على الإسلام، وإنما على فهم الإسلام وعلى طريقة الوصول لتطبيق صحيح لشريعة الله، لشرع الله في الأرض. كلام كلينتون وكلام غيرها من نظرية المؤامرة، أنا أفهم كلام كلينتون على أن مش على أنه فعلا أمريكا خلقت داعش، لا مش صحيح، وإنما ربما هي تقصد أن سياسة أمريكا أدت في نهاية المطاف إلى وجود مثل هذه المظاهر. يعني مثلا القاعدة، لولا أن أمريكا انقلبت على المجاهدين العرب الذين جاهدوا في أفغانستان بالتفاهم والتعاون معها لما أصبحت هناك ظاهرة القاعدة. لأنه بالأول لما كان الجهاد في أفغانستان، ومن منكم من في سني وأكبر من سني يذكر تماما كيف أن أمريكا والغرب فتح الأبواب على مصاريعها لكل من يؤيد الجهاد في أفغانستان، وكان دكتور عبد الله عزام رحمه الله يجوب الأرض يجمع التبرعات. لا، ما قالوا له ما بنعطيكش تأشيرة ولا جمع الأموال إرهاب. ليه؟ لأنه كان أمريكا لها مصلحة في أفغانستان لإعاقة تمدد الاتحاد السوفيتي، بل ولإسقاطه فيما بعد. ونحن لم نكن ندرك ذلك، لأن الذين اندفعوا للقتال في أفغانستان اندفعوا لأسباب نبيلة وبإخلاص، يريدون أن يساعدوا إخوانهم. فعندما أطيح بالنظام الموالي للاتحاد السوفيتي في أفغانستان ماذا حدث؟ فتحوا السجون للمجاهدين العرب، قتلوا منهم من قتلوا، واعتقلوا منهم من اعتقلوا، وشردوا في الأرض منهم من شردوا، وهذا أدى إلى اندفاع بعضهم نحو التطرف. فعندما نقول إن أمريكا ساهمت في إيجاد هذه الظاهرة، هذا لا يعني أن أسامة بن لادن كان عميلا لأمريكا، مش صحيح. والرجل أنا أشهد له بالصدق كان صادقا، يمكن أن تختلف معه في المنهج الذي اتخذه، في المؤثرات التي جعلته يفكر بالطريقة التي فكر فيها،
والآن لدينا وثائق كثيرة تبين أنه حصل خلاف بين مجموعته، بين المجموعة التي كانت تريد أن تنفذ أحداث 11 سبتمبر وبين المجموعة الحاكمة في الطالبان في ذلك الوقت. الطالبان لم يكونوا موافقين على ذلك، لكن أنه نتهم الناس بالعمالة ونقول أنهم هم خلقوهم، لا، مش صحيح. صحيح أنه مثلا الأنظمة السياسية العربية لها مصلحة في وجود تيارات التطرف فتحاول أن تستغل، يعني مثلا من التهم التي وجهها الأمريكان، مثلا توقف، من التهم التي وجهها الأمريكان لبندر بن سلطان في السعودية أنه ساهم في تمكين داعش في سوريا. مش أنه هو يعني بعت عملاءه واشتراهم بالمال، لا، أنا أظن أن معظم الذين ينتمون إلى هذا التيار يندفعون بإخلاص وبحسن نية وإن كان عن جهل. لكن ماذا فعل؟ هو أطلق سراح مجموعة من أعتى منتسبي التيارات التكفيرية الذين كانوا في السجون السعودية وأرسلهم إلى سوريا، لأنه أراد أن يخلق حالة من التوازن مع التيارات الإسلامية المعتدلة في سوريا. فالأمريكان فيما بعد عاتبوا الملك عبد الله، وحتى رفض أوباما عندما زار الرياض أن يقابل بندر في ذلك الوقت. إذن الأنظمة الاستبدادية تحاول أن تستغل هذه المظاهر. الذي حدث في الجزائر، الإخوة الجزائريون ربما يعرفون ذلك جيدا، ما كان يعرف باسم الجية، الجماعة الإسلامية المقاتلة، وإيش اسمها كان، هؤلاء كيف اخترقهم الأمن الجزائري وارتكبت مجازر بحق الأبرياء في الجزائر، لأنه كان من مصلحة العسكر المسيطرين على مقاليد الأمور في الجزائر أن يخلق حالة من الفوضى، فيتمنى المواطن الجزائري أن يظل مستعبدا لدى هؤلاء العسكر على أن يتحرر على يد غيرهم. هذه عقليات الدكتاتوريين والمستبدين. فهذا هو فهمي لما يمكن أن تقوله هيلاري كلينتون. إذن بمعنى آخر، ربما أشوف حتى لا أفهم خطأ، هناك فرق بين نظرية المؤامرة وبين الاعتراف بوجود مؤامرات ودسائس. إيش الفرق بينهم؟ نظرية المؤامرة تهيمن على عقل الإنسان فلا يستطيع أن يفسر أحداث السياسة وأحداث التاريخ إلا من خلال تخيل جهة ما كونية تدبر كل الأمور. زي لما نفتح أي موضوع سياسي بيقول لك إسرائيل وراء الموضوع، خلاص ما بيعرفش يفسر ولا حاجة إلا إسرائيل وراء الموضوع أو أمريكا وراء الموضوع. لا، الدنيا ليست كذلك، الدنيا فيها تدافع، ومن نعم الله علينا سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالشر والخير في تدافع إلى يوم الدين. هذا يمكر وذاك يمكر، هذا يخطط وذاك يخطط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن في فرق بين الأمرين، لا ننكر أن الناس تخطط وتحاول أن تستغل، ولكن إياكم والظن بأن هناك قوة بشرية واحدة تتحكم بكل شيء، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بأن الله وحده هو المتحكم. ما هو الحل؟ طبعا مشكلة معقدة تحتاج إلى مجموعة من الحلول، مش حاجة واحدة بتحلها. يعني هذا زي واحد جسده مصاب بمجموعة كبيرة من الأمراض، وكل مرض له عوارض، فأنت تحاول أن تعالج الأشد فتكا، الأشد قطرا، ثم تتسلسل فتذهب إلى غيره. لابد من إسقاط الأنظمة الظالمة المستبدة المهيمنة الجاثمة على صدور الناس. طالما أن هناك من يحكم دون أن يستشير ويسرق أموال الشعب ويبيع الأمة للصهاينة ولحلفاء الصهاينة في الغرب، وطالما أن هناك من يدعي أنه يملك الأرض ومن عليها من أفراد الشعب، لن تنتهي هذه الظاهرة. طالما أن هناك سيسي وهناك علي عبد الله صالح وهناك محمد بن زايد وهناك هؤلاء السفلة الذين يتحالفون فيما بينهم من أجل أن يحرمون الحرية والكرامة في بلادنا، ظاهرة العنف والتطرف ستظل موجودة، لا حل لها. ف
فالخطوة الأولى أنه يجب أن يكون هناك إجماع بين الناس أنه يا جماعة لازم نجتث هذا الورم السرطاني. الورم السرطاني مش داعش ولا القاعدة ولا أي تيار متطرف، لأن هذه أعراض. الورم السرطاني هو هؤلاء الحكام اللي أقل واحد فيهم زي علي عبد الله صالح سرق له 30 إلى 40 مليار من أموال الشعب اليمني. تصوروا الشعب اليمني اللي تحل عليه الصدقة، منين جاب 30 40 مليار هذا وسرقهم؟ بن علي، المليارات التي سرقها بن علي، المليارات التي أعطيت للسيسي مكافأة له على الانقلاب ولم يبقى منها شيء، ثم جاء ونظم مؤتمر شرم الشيخ على أمل أن يستدر عطف الذين دعموه من قبل ويسرق المزيد. هؤلاء لصوص، هؤلاء حرامية، هؤلاء قتلة، هم سبب أساسي في اندفاع الناس نحو الإحباط. وهذا ليس تبريرا لظاهرة التطرف، وإنما هو محاولة لوضع اليد على الخلل. ثم بعد ذلك إذا حصل ذلك، نحن ليس لدينا نقص في المفكرين وفي العلماء الذين يمكن أن يخلقوا حالة من الوعي، لكن بربكم قولوا لي، مهما بلغ المرء منا من العلم والحكمة، لو ظلينا نعطي محاضرات إلى يوم الدين والسيسي يرسل طائراته ليقتل أهل سيناء ويدمر مدينة بأكملها، مدينة رفح، ويحاصر قطاع غزة بأكمله، كل محاضراتنا لا قيمة لها. إذا ما أدركنا ذلك معناته لن نتمكن من المباشرة بعلاج هذه المشكلة. وعلينا أن نقول نفس الكلام للساسة في الغرب. هؤلاء الساسة في الغرب يمارسون أعلى درجات النفاق في بلادهم. السياسي يحاسب لو سرق يورو واحد من أموال الضرائب. أكبر جريمة في الغرب هنا إنه الواحد يحتال أو يكذب أو يختلس، هاي جرائم أكثر من جرائم القتل العمد عندهم. فكيف يا أيها الديمقراطيون الذين تحرصون على الشفافية والمحاسبة تضعون أيديكم في أيدي مجموعة من المجرمين اللصوص والقتلة في بلاد المسلمين؟ إذا ظننتم أن هذا سيعفيكم من المسؤولية أو سيؤمن مجتمعاتكم ضد الإرهاب فأنتم واهمون. المعادلة بين المؤامرة الداخلية والخارجية هي الحقيقة فيها تداخل، فيها تداخل. يعني مثلا أضرب لكم مثال بسيط، سمعتم جميعا بأنه رئيس الوزراء البريطاني كاميرون قبل ما يقرب من عام شكل فريقا لإعداد تقرير حول الإخوان المسلمين، هل هم إرهابيون أم ليسوا إرهابيين؟ لماذا لجأ كاميرون إلى ذلك وهو يعرف الإخوان؟ يعرف الإخوان أكثر مما نعرفهم نحن، وأجهزته الأمنية تتابع الإخوان وتضع تقارير، والإخوان لهم مؤسسات ولهم نشاط في كل أوروبا وفي بريطانيا. الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر من عام 2013 ألغت اتفاقية تجارية مع بريطانيا بقيمة 6 مليار جنيه استرليني، لأن بريطانيا رفضت أن تغلق قناة الحوار ورفضت أن تقيد بعض النشاطات المؤيدة للحراك الثوري في مصر. ثم انضمت إليها السعودية وضغطوا على كاميرون وهددوه بإلغاء صفقات أخرى للتسليح والتجارة. وطبعا انت عارفين هدول البلدان الغربية مصانعهم لا تعمل إذا المجرمين في بلادنا ما شروش أسلحة حتى تصدأ ثم يشترون غيرها وهكذا. إذن هناك تداخل، لكن المشكلة الأكبر على فكرة لم تعد في أمريكا، المشكلة الأكبر لم تعد في أوروبا، المشكلة الأكبر هي في المنافقين الذين يحكمون بلادنا. ليش؟ لأنه هذولا. وأضرب لكم مثالا آخر، في يوم 7 في يوم 11/7/2013 كان من المفروض أن يكون الرئيس مرسي فك الله أسره موجودا في لندن ويتناول الإفطار، كان حيكون شهر رمضان،
ويتناول الإفطار بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني. والحكومة البريطانية اتصلت ببعض الشخصيات المهمة في المجتمع، الشخصيات المسلمة في المجتمع البريطاني، وأخبرتهم بالتفاصيل، وكان في إعداد. يعني بمعنى آخر، كان البريطانيون على استعداد كما باقي أو الأوروبيين وكما الأمريكان أيضا كانوا على استعداد لأن يتعاملوا مع الوضع الجديد في مصر، حتى وإن كان رأس الدولة من الإخوان المسلمين، حتى وإن كانت الحكومة من الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن الغربيين أنتم تعرفون كيف يفكرون، هم جماعة براغماتيون، إذا لم يحققوا كل مصالحهم يحاولون جهدهم أن يقللوا من الخسائر وأن يبقوا على أقل قدر ممكن من المكاسب. هذه هي سياستهم. ولكن متى لحق الأمريكان والأوروبيون بالركب وأيدوا الانقلاب؟ عندما اجتمعت القوى الداخلية في مصر مع القوى الإقليمية التي تقودها الإمارات والسعودية لإسقاط أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في مصر في تاريخها، وليس فقط في التاريخ المعاصر. فهناك تداخل بين مكر الداخل ومكر الخارج، لكن الخطر الأكبر هو هذا المكر الداخلي. علم الاجتماع وسبب الغلو والفراغ الروحي، لا شك أن هذا واحد من الأسباب، وعلماء الاجتماع يجتهدون كما يجتهد غيرهم. لكن هناك أناس لديهم فراغ روحي لكن لا يتجهون إلى قتل الآخرين إذا اختلفوا معه. الغرب كله فيه خواء روحي، وهذا سبب أحد الأسباب إقبال بعضهم على الإسلام أو على التدين حتى في دياناتهم، لأن الإنسان يحتاج إلى غذاء الروح كما يحتاج إلى غذاء البدن. فربما يكون هذا واحدا من الأسباب. لماذا بعض العلماء يأيدوا؟ يعني تقريبا قل أجبنا على ذلك. لكن الأمة بضميرها الحي تستطيع أن تميز بين العالم المخلص الصالح وبين المنافق الذي يصل به الأمر لأن يدعي أن السيسي في مرتبة الأنبياء الذين يوحى إليهم. هذا عالم؟ هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هذا لا يستحق أي وصف له علاقة بالعلم والعلماء. هذا إنسان طبع على قلبه بالنفاق والعياذ بالله الذي يقول هذا الكلام، أو الذي يعطي مبررا للحاكم الظالم السارق اللص أن يقتل الناس في رابعة. هؤلاء الذين قتلوا في رابعة مثلهم كمثل الذين قتلوا يوم الأخدود، والذي قتلهم مجرم كمجرم يوم الأخدود. كيف واحد عالم أو يدعي العلم يعطي فتوى بجواز قتلهم وهم لم يجرموا ولم يعتدوا على أحد؟ هذا ليس بعالم. ولا أظن أن الناس يختلفون في قدرتهم على التمييز بين هؤلاء وبين أولئك. شكرا لأستاذنا، شكرا جزيلا وشكرا كبيرا عاليا على هذه الإجابات التي توسعت حتى كانت عرضا آخر إضافة إلى العرض السابق، فشكر الله لكم أستاذنا الكبير ونفع بكم الأمة والمسلمين أينما حللتم وأينما نزلتم، وجزاكم الله عنا خيرا. وأيضا أقول للإخوان أحسن الله إليكم على صبركم وعلى أسئلتكم وعلى تفاعلكم، ونضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله لنواصل برنامجنا لهذا اللقاء المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. الله يبارك. الله إليك.